السلام عليكم. في التمرين غنشوفو كيفية حل معادلة تكتب على شكل جداء يساوي صفر. إذن نبدأ بالقاعدة. إذا القاعدة كتقول بأنه إذا كان عندنا واحد الجداء ديال عددين كيساوي صفر، فواحد فيهم خصو يساوي صفر أو لا بجوج. إذن أ كتساوي صفر أو بي كتساوي صفر. إذا يمكن يكون أ اللي كتساوي صفر، يمكن يكون بي اللي كتساوي صفر، ويمكن يكون العددين، لأن يمكن نديرو الصفر مثلا في واحد راه كيساوي صفر، أو لا تلاتة في صفر راه كتساوي لنا صفر، أو لا صفر في صفر غيساوي صفر. إذا هاد القاعدة كيمكن لي نطبقها حتى إلا كان عندنا جداء تلاتة أو عدة أعداد أ في بي في سي، ف أ كتساوي صفر أو بي كتساوي صفر أو سي كتساوي صفر. إذا لنحل المعادلة لدينا إكس ناقص واحد عامل إكس زائد ثلاثة تساوي صفر، تكافئ. إذا عندنا جداء إكس ناقص واحد مضروبة في إكس زائد ثلاثة، إذا إكس ناقص واحد تساوي صفر أو إكس زائد ثلاثة تساوي صفر. إذا عندنا معادلتين من الدرجة الأولى، إذا كنحل المعادلتين. إذا إكس زائد ثلاثة تساوي صفر، إذا عندنا زائد ثلاثة كنديوها للطرف الثانية كترجع ناقص ثلاثة، أو إكس إذا ناقص واحد كنديوها للطرف الثاني كترجع زائد واحد، وبالتالي المعادلة لها حلان. إذا حل هذه المعادلة هما واحد وناقص ثلاثة. المعادلة الموالية لدينا، إذا عندنا إكس زائد جوج عامل إكس ناقص خمسة عامل واحد ناقص إكس، إذا تكافئ. لدينا كذلك جداء، إذا غنطبقو القاعدة. إذا واحد ناقص إكس تساوي صفر، أو إكس ناقص خمسة تساوي صفر، أو إكس زائد جوج يساوي صفر. إذا تكافئ. إذا عندنا واحد ناقص إكس يساوي صفر، إذا كندي إكس للطرف الآخر للمعادلة كترجع، كانت عندنا ناقص إكس كترجع زائد إكس تساوي واحد، أو إذا إكس ناقص خمسة غيرجع زائد خمسة، أو كان عندنا زائد جوج مشات للطرف الثاني رجعت ناقص جوج. إذا للمعادلة ثلاث حلول، إذا واحد وناقص جوج وخمسة هم حلول هذه المعادلة. إذا حل المعادلة، لدينا إكس عامل ثلاثة إكس ناقص خمسة عامل إكس ناقص خمسة تساوي صفر، إذا تكافئ. إذا عندنا جداء ديال إكس مضروبة في ثلاثة إكس ناقص خمسة مضروبة في إكس ناقص خمسة، إذا نطبق عليها القاعدة. إذا عندنا إكس ناقص خمسة تساوي صفر، أو إذا إما العامل الأول كيساوي صفر أو العامل الثاني أو الثالث، إذا أو ثلاثة إكس ناقص خمسة تساوي صفر أو إكس يساوي صفر. إذا عندنا إكس ناقص خمسة يساوي صفر، يعني أن إكس تساوي خمسة. أو إذا عندنا كذلك معادلة من الدرجة الأولى، إذا ثلاثة إكس تساوي ناقص خمسة كنديوها للطرف الثاني كترجع خمسة. إكس إذا عندنا جداء ثلاثة مضروبة في إكس، إذا كنقسمو على ثلاثة، إذن أو إكس يساوي صفر. إذن الحلول هما إذن صفر وخمسة، وخمسة على ثلاثة هم حلول هذه المعادلة. بالنسبة للحلول راه كيمكن لي نكتبهم على هذا الشكل، هذا كنقول أصل هي مجموعة الحلول كتساوي، كندير واحد اللامتين وكندير الحلول خمسة صفر
خمسة على ثلاثة. إذا رفعوا من دير هذه الجملة ممكن دير هذه الكتابة هذه.